لليوم الثاني على التوالي، تركيا بتشهد تصعيد غير مسبوق وفوضى عارمة في مناطق عديدة بعد حادثة مدينة قيصري اللي أثارت الشارع التركي والرأي العام كله بسبب إلصاق تهمة التحرش بفتاة قاصر بشاب سوري. تلاها ردات الفعل كبيرة من الأتراك في عدة مدن تركية تضمنت اعتداءات وتخريب وشغب. وواحد من المقاطع اللي انتشرت زي النار في الهشيم مقطع وثق حركة أو تحرك مجموعة من الأتراك على دراجات نارية باتجاه مناطق يتجمع فيها السوريون. تعالوا نشوف. هينضم لنا من اسطنبول علي الأسمر، صحفي متخصص في الشأن التركي. أرحب بك يا أستاذ حازم، أخبار حضرتك إيه؟ أولاً ما هي آخر المستجدات للموقف خاصة بعد التصعيد المستمر ليلة أمس؟ تحياتي لكم. يعني حقيقة ما حصل في مدينة قيصري والشمال السوري له العديد من أبعاد، لديه ثلاثة أبعاد. البعد الأول لكي نفهم الأمر، يعني هو استخدام بعض أحزاب المعارضة لهذه الورقة تجاه الحكومة. البعد الثاني هو أن هذه التوترات تأتي بعض التصريحات الإيجابية من قبل النظام السوري والحكومة التركية حول التطبيع. ثالثا هو يعني تزامن هذه التوترات مع استعداد التركي العسكري لمكافحة حزب العمال الكردستاني. لذلك نحن هنا يعني حاليا أنا أقول أن أعتقد أن الخطة أو الهدف من هذا الشيء هو إرباك الجانب التركي وتغيير أولوياته بمكافحة الإرهاب لحزب العمال الكردستاني في هذا الصيف. ولكن الآن يعني وزير الداخلية قال أن الدولة تقوم بما وسعها وتم السيطرة على الوضع وتم اعتقال أكثر من 450 شخص تركي كانوا متورطين في العمليات الغير قانونية والاستفزازية في مدينة قيصري، وتبين لنا أن 40% منهم هم من ذوي السوابق ومن متعاطي مثلا المخدرات أو الذين خرجوا من السجون. لذلك نحن لا نستطيع أن نقول أن هذا الشيء يمثل الشعب التركي، وكذلك الذي حصل في شمال سوريا أعتقد هو لا يمثل كل السوريين، حيث أن رأينا العديد من الأشخاص الملثمين الذين كانوا يطلقون النار عشوائيا وعلى القوات التركية ودمروا الشاحنات ويعني الدوائر الحكومية. صحيح. التي هي تقوم بخدمة الناس في إدلب ولا تقوم بخدمة الأتراك. يعني تلك الشاحنة التي استهدفوها هي تنقل مساعدات ومواد غذائية لإدلب وليس لتركيا. لذلك أنا أعتقد يوجد فتنة كبيرة، يجب تغليب الصوت يعني صوت الحكمة على صوت هذه الاستفزازات، حيث تركيا دائما يعني كل فصل صيف عندما ينفتح السيزون السياحي نرى مثل هذه الاستفزازات. لذلك الدولة التركية وكل تمام. بس أستاذ علي أنا أساساً حضرتك، أنا اشتعال الحدود وداخل المدن من الطرفين، كيف ترى تداعياته على الموقف العام في المنطقة دي؟ حقيقة هذا أمر خطير جداً، يعني هذا يمس بالأمن القومي التركي والأمن القومي السوري أيضا، لأنه كما نعلم يعني في الأصل الحدود السورية التركية هي يعني متوترة شبه يوميا متوترة. لذلك صب الزيت على النار من بعض هذه الشخصيات أو ضعاف النفوس إن كان من الجانب التركي أو الجانب السوري، أعتقد هؤلاء يريدون زعزعة الأمن وإضعاف تركيا لكي لا تقوم بعمليات على حزب العمال الكردستاني. شيء آخر، يعني هذا الشيء الذي حصل أنا أعتقد ليس بمصلحة السوريين ولا الأتراك، لأنه عندما يعني تم هذا الأمور يوجد في تركيا حوالي 3.5 مليون سوري اليوم ذهبوا إلى عملهم بشكل طبيعي، وأنا أعتقد أن تركيا الأتراك السوريين سوف يجتازون هذه الأمور الاستفزازية لأنها لا تعبر عن الأخلاق التركية ولا السورية أيضا. طب أستاذ علي، في محاولات تهدئة من الخارجية التركية ومن الرئيس التركي في تصريحاته خلال الساعات اللي فاتت، هل تعتقد في رأيك غياب العقوبة الرادعة هي السبب الرئيسي؟ حقيقة هذا الشيء يتم ذكره دائما ويتم مناقشته دائما وراء الكواليس. للأسف يعني قوانين
القوانين ضد مشكلة العنصرية هي غير كافية لا في تركيا ولا في دول الاتحاد الأوروبي ولا في دول أخرى. يعني أعتقد أنه على المجتمع الدولي أن يقر عقوبات خاصة بالنسبة للعنصرية، لأن العنصرية نشهدها في كل أنحاء العالم وخاصة بموقع اللاجئين. لذلك أنا أعتقد تمام يجب على الحكومة التركية أن تقوم بسن قوانين رادعة حقيقية في تمام الدستور التركي الجديد، وهذا ما يعمل عليه أردوغان حاليا. تمام أنا بشكر حضرتك جزيلا، شكرا جزيلا. كان معنا من اسطنبول الأستاذ علي الأسمر، صحفي مختص في شؤون التركية.